وفي لقاء خاص مع التلفزيون المصري أكد عدد من النواب ضرورة زيادة كميات الأسمدة الموردة من المصانع المنتجة إلى السوق المحلي. التقرير ده مهم لأنه دراسة عن صناعة الأسمدة في مصر، ودي لها علاقة مباشرة بدعم الدولة للفلاح المصري. الدولة بتدي أسعار غاز مخفضة للشركات مقابل أنها تاخد الحصة اللي احنا محتاجينها في السوق المحلي، حوالي 55% من إنتاجهم، وتتوزع على الفلاح تاني بأسعار مخفضة. الحقيقة الدراسة أهميتها بتكمن في أنه حصل شكاوى كبيرة جدا من الفلاحين الفترة اللي فاتت في فكرة مواعيد استلام الحصص، كمية الحصص، التسجيل عشان يعرفوا ياخدوها، يعني حاجات من هذا القبيل. جلسة النهاردة كانت جلسة مهمة لأننا كنا بنتكلم على اقتصاديات صناعة الأسمدة، ملف مهم في بيمس كل مصري، لأن في الآخر ده بينعكس على توفر وجودة الغذاء للمواطنين. صناعة الأسمدة كمان من الصناعات الحيوية والمهمة، للأسف بنشوف ان في بعض الإشكاليات في هذا الملف، منها مثلا تسرب الدعم لغير مستحقي، من ضمنها ان في سوق سودا للأسمدة، من ضمنها ان احيانا المزارعين كمان بيحصلوا على الأسمدة المدعمة في اوقات مش مناسبة ليهم، فبيبقى في خلل في التوزيع.